حد كان عنده سؤال في الجزء اللي فات قبل ما نبتدي السولنويد. لا شكرا. زي لا أنا كان عندي سؤال بس على محاضرة يوم الخميس اللي فات، فممكن أجلها لحد آخر المحاضرة. طيب تمام خلاص. مين؟ معلش انا مش شايفة مين اللي بيتكلم. ف أنا يوسف. اسمك مين؟ يوسف. ماشي أيوه. طيب خلاص اوكي. طيب السولنويد بقى، السولنويد ده زي ما اتفقنا كده ان هو عبارة عن هيليكس او كويل او سلك ملفوف، سلك نحاس ملفوف عبارة عن لفات كده ورا بعض بالمنظر ده. بس الحقيقة ان انا رسمة التيرنز بعيدة قوي، اللفات دي بعيدة عن بعض. في الحقيقة بتكون الأسلاك دي قريبة جدا من بعض، يعني هما السبيسنج اللي ما بين كل لفة واللي بعدها ضيق جدا. كرم بيدخل من ناحية ويخرج من الناحية التانية. فاللي مطلوب مننا ان احنا عايزين نجيب الماجناتيك فيلد نتيجة مرور كرنت في سولنويد عند نقطة موجودة جوه الكور بتاع السولنويد، وعند نقطة تانية موجودة بره السولنويد نقطة رقم 2. بس عشان نقدر نستعمل امبيرز لو في ان احنا نحسب الماجناتيك فيلد، اتفقنا ان اول خطوة نعملها لازم نرسم خطوط المجال شكلها عامل ازاي، لانه بناء على خطوط المجال دي هنبقى عايزين نختار شكل المسار. فبالتالي انا محتاجة الاول ارسم المجال بتاعي شكله عامل ازاي. طيب عشان اعمل كده هعمل ايه؟ هاجي كده في الملف اللي قدامي دوت، او الكويل اللي السولنويد اللي قدامي ده، واروح قطعاه بالمنظر ده. يعني هاجي كاني مع الخط اللي انا رسمته ده اروح كاني قسمت السولنويد نصين وابص عليه من فوق. يعني بعد ما عملت كده هبص على الجزء اللي باقي من فوق. فهبقى شايفة ايه يا جماعة؟ يعني انا هبقى شايفة ايه؟ انا قصيته من نصه حتتين كده. فانا لما ابص على الجزء التحتاني هشوف ايه؟ مش هنشوف حاجة ولا ايه؟ ها؟ معلش يا دكتور، معلش ممكن تعيدي حتة تانية؟ حاضر. انا دلوقتي عندي السولنويد دوت عبارة عن سلك ملفوف كده عامل زي السوستة كده. فانا مش عارفة، والكارنت بيمر في اللفات دي كلها، وانا مش عارفة الكارنت اللي معدي ده عامل لي ماجناتيك فيلد شكله عامل ازاي. فانا هاخد سكشن، هعمل كات في السولنويد دوت، هقطعه من نصه كده نص، يعني من المحور بتاعه اروح قسماه نصين كده مع الخط اللي انا رسماه ده، اشوف ايه يعني. وانا باصه من فوق هشوف ايه؟ ايه مايا؟ يعني هنشوف الكرنت نازلة وطالعة من نقطتين كده فوق بعض. يعني هشوف لا يعني غير الكرنت، انا هشوف ايه؟ بدل ما كان عندي ترن كامله عباره عن دايره، دلوقتي هشوف ايه؟ هشوف نص دايره، صح؟ اه بالظبط كده، هشوف نص دايره بالمنظر ده كده، وبعدين جنبها نص دايرة تاني اللي هي الترن اللي بعدها، والنص دايرة التالت اللي هي الترن اللي بعدها، وهكذا. فالحقيقة ان انا لو انا باصة من فوق هشوف المنظر ده كده بالظبط. ادي ده الاكسس بتاع السولنويد. هشوف دواير من فوق كده، دي بداية الحلقة الاولانية، تلف 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 وتخلص عند النص الدايرة التانية اللي هي نهايتها. وبعدين انا شلت بقية الحلقة، وبعدين يبقى فيه الحلقة التانية، فهلاقي منظر بالمنظر ده كده. ايه الدوائر الصغيرة اللي بالاحمر اللي انا برسمهم دول؟ دول طرف الاسلاك بتاعتي اللي بقت مقصوصة. متخيلين يا جماعة معايا؟ معلش المنظر، انا عارفة ان هو يعني الرسم مش قد كده، فممكن يبقى التخيل صعب شوية. انا هشوف أطراف السلك اللي أنا قصيته، طبعا ما بين كل دايرة واللي تحتها ده عبارة عن نص حلقة، نص حلقة، وهكذا. فإذا كان الكارنت خارج أوتوردز من النقطة اللي فوق، يبقى هيكمل في الهواء ويخش من النقطة اللي تحت، طبعا مش في الهواء، في النص اللي أنا قطعته.
وبعدين يلف ويطلع من النقطة دي، وبعدين يرجع يخش من النقطة دي، وبعدين يدخل من النقطة دي، يخرج قصدي، وبعدين هنا يدخل، وبعدين يخرج، وبعدين يدخل، وهكذا. يبقى أنا في الحقيقة هشوف كأني شايف شوية wires الكرنت خارج منها outwards، وشوية currents شوية wires الكرنت داخل inwards من خلالها. تمام؟ ده المنظر اللي احنا هنشوفه. طب أنا بعمل كده ليه تاني؟ أنا بعمل كده عشان أعرف أرسم الماجناتيك فيلد. طب الوايرز دي تعمل لي ماجناتيك فيلد عامل إزاي؟ كل واير الكرنت خارج منه outwards يعمل حواليه ماجناتيك فيلد بيلف في الأنتي كلوك وايز دايركشن، يبقى دايرة والكرنت يلف في الأنتي كلوك وايز دايركشن، دايرة والكرنت والماجناتيك فيلد سوري يلف في الأنتي كلوك وايز دايركشن، وهكذا. يبقى مجموعة الوايرز اللي فوق الأكسس كلها تعمل لي ماجناتيك فيلد بيلف في الأنتي كلوك وايز دايركشن، لأنه التيار فيها كله خارج الكرنت هنا outwards. طب اللي تحت، اللي تحت الكرنت inwards، فيعمل لي ماجناتيك فيلد اتجاهه فين؟ يعمل لي ماجناتيك فيلد اتجاهه أنتي كلوك وايز دايركشن، كلوك انا اسفه كلوك وايز دايركشن، اللي فوق انتي كلوك وايز واللي تحت كلوك وايز، يبقى هيلف الماجنتيك فيلد بالمنظر ده كده. يبقى عندي ماجنتيك فيلد عباره عن دايره واتجاه الفيلد مع عقارب الساعه. ارسم اتجاه الفيلد مع عقارب الساعه، اتجاه الفيلد مع عقارب الساعه، وهكذا. طيب بصوا بقى للهيصه اللي انا رسمتها دي. لو انا جوه السولنويد، يعني في الريجن اللي جوه الكور بتاع السولنويد، يعني ما بين الخطين دول اللي بالاحمر دول، هتلاقوا ان الفيلد بتاع كل واير من الوايرز اتجاهه مع البوزيتيف اكس دايركشن. طب معلومه مهمه قوي، انه التيرنز بتاعه السولنويد دي قريبه جدا من بعض، السبيسنج ضيق جدا، فالحقيقه انه الماجنتيك فيلد لاينز دي هي مش بعيدة كده، دوائر بعيدة عن بعضها زي ما أنا رسمها، لا ده هما متداخلين جدا مع بعض. فالريزلتنت بتاعهم في الآخر يطلع عبارة عن مجموع الكلام ده كله. طب مجموع الكلام ده كله يطلع شكله عامل إزاي بقى؟ يطلع عبارة عن lines موازية للأكسس بتاع السولنويد، والحقيقة اللاينز دي كلها equally spaced، وده معناه انه الماجنتيك فيلد جوه السولنويد يطلع يونيفورم ماجنتيك فيلد في الدايركشن دوت. طيب بس احنا عارفين انه الماجنتيك فيلد لاينز عباره عن كلوزد لوب، فالخط اللي انا رسمته من الشمال لليمين ده اللي باللون الاخضر، الحقيقه هو هيلف من بره السولنويد ويرجع مره تاني، صح؟ زي البار ماجنت بالظبط، ده هيلف من بره السولنويد ويرجع مره تاني. نفس الكلام التو لاينز اللي من تحت، هيلف من بره السولنويد ويرجع تاني، هيلف من بره السولنويد ويرجع تاني. فده بقى شكل الماجنتيك فيلد لاينز حوالين او جوه السولنويد. طيب بصوا، جوه الكور بتاع السولنويد اللاينز كونفايند، يعني قريبه جدا من بعض، المسافات ما بينها ضيقه. بره السولنويد لانه المساحه كبيره فاللاينز دي بعدت عن بعض. طب ده يدينا انديكيشن بايه؟ يعني ده يخلينا نبقى فاهمين حاجه عن طبيعه الفيلد. ايه رايكم؟ ها يا محمود. بره السولنويد بيبقى الفيلد ضعيف جدا. بره السولنويد الفيلد ضعيف جدا لانه اللاينز حقيقي عددهم قد اللي موجودين جوه السولنويد، بس جوه السولنويد الدنيا ضيقه، فاللاينز دي قريبين جدا من بعض، فالماجناتيك فيلد عالي. انما بره اللاينز دي متوزعه على اريا كبيره، فاقدر اقول ان الماجناتيك فيلد بره ابروكسيمتلي بيساوي زيرو. يبقى اول تقريب هنستعمله انه الماجناتيك فيلد بره السولنويد تقريبا بزيرو، يبقى يتبقى لنا نحسب الماجناتيك فيلد جوه الكروس سكشن بتاع السولنويد. طبعا ده شكل السولنويد في الحقيقه، يعني او ده شكله في الحقيقه، وده المنظر اللي انتوا شفتوه في المعمل للناس اللي عملت التجربه بتاعه بايوسافاير وامبيرز لو. احنا عايزين نعمل ايه دلوقتي؟ عايزين
ادي السولونويد بتاعنا مره تاني. هرسم كده بعد ما انا قصيته المنظر الكروس سكشن اللي انا اخدته. عايزه احسب الماجنتيك فيلد في الريجن اوف سبيس اللي جوه السولونويد، يعني عند البوينت دي، بوينت بي. ما انساش انه الماجنتيك فيلد بقى خلاص بعد ما دلوقتي عرفنا فينه ورسمناه مع بعض كده اتجاهه في الدايركشن ده، واللاينز دي كلها بارلل وايكوالي سبيسد، فده يونيفورم ماجنتيك فيلد. خطوط المجال خطوط مستقيمه، ايه الانسب؟ اخد المسار بتاع الماجنتيك. احنا خلصنا اول خطوه ان انا رسمت الماجنتيك فيلد لاينز، اخد المسار بتاعي دايره ولا اخده مستطيل؟ يا محمود هتبقى دايرة بس يعني فيها يا من تحت يا من فوق، ما ينفعش تبقى فيها الاتنين. يعني كده؟ اه كده. اه طيب ايه رأيك الدايرة دي يتحقق فيها الشروط اللي احنا قلناها؟ هل الماجناتيك فيلد لاينز دايما بارلل او دايما عمودية على المسار؟ لا لا تمام، يبقى هتبقى كده بس، هتبقى ريكتانجل مثلا. يبقى انا هاخد ريكتانجل بقى. يبقى الامبيريان باث اللي انا هختاره المره دي هيبقى ريكتانجل. بص معايا كده، اولا هو لازم يعدي في النقطه، فادي الريكتانجل بتاعنا هرسمه بالمنظر ده كده اهو. هقول دي ايه نقطه، ايه النقطه دي هسميها بي سي دي، يبقى اي بي سي دي. ده شكل الامبيريان باث بتاعنا. ليه اخترته ريكتانجل؟ اصل خطوط المجال كلها هوريزونتال مع الاكس اكسس، فلما اختار ريكتانجل هلاقي ان خطوط المجال دي يا اما موازيه لاثنين سايدز يا اما عموديه على اثنين سايدز، فكوزاين ثيتا دايما قيمه ثابته يا واحد يا صفر، فانا خلصت من كوزاين ثيتا. تمام. في نفس الوقت احنا اتفقنا انه الماجنتيك فيلد كونستنت جوه السولنويد، فلما هختار الباث بتاعي عبارة عن مستطيل هلاقي انه على كل نقطة على البريمتر بتاع المستطيل دوت هلاقي انه كل نقطة عندها الماجناتيك فيلد كونست. فيبقى نعمل ايه دلوقتي؟ هنكامل بقى، هنقول انه انتجريشن بي دوت دي ال على الكلوز باث بتساوي ميو نوت في سيجما اي. طيب التكامل ده هو تكامل على مسار مغلق. المسار المغلق اللي عندنا ده بيكون من اربع اضلاع او اربع سايدز، فكاني هقول انه التكامل ده هيتقسم لاربع تكاملات، بي دوت دي ال على السايد اللي اسمه اي بي زائد بي دوت دي ال على السايد اللي اسمه بي سي، وهكذا على التو سايدز الباقيين. طيب كل ده يساوي ايه يا باشمهندسين؟ كل ده يساوي ميو نوت في مجموع الكارنتس اللي هتعدي جوه الباث بتاعنا. طيب انا عندي اربع انتجريشنز، الحقيقه ان واحد منهم بس اللي هيكون له فاليو والثلاثه الباقيين هيبقوا بصفار. مين يقول لي مين اللي بصفار هنا؟ هيا زياد. هو اللي هيبقى ليه فاليو اللي هو الاي بي، الباقي ده مش هيبقى ليه فاليو، علشان مثلا ده البي سي الاثنين هيبقوا عموديين، فالكوزاين 90 صفر، والتاني مش بيمر فيه تيار اصلا تقريبا يعني. لا مش بيمر فيه تيار، مفيش ماجنتيك فيلد بره. احنا قلنا انه بره ماجنتيك فيلد ابروكسيمتلي بيساوي زيرو، فالسايد سي دي ده موجود بره، فالبي اللي هعوض بيها زيرو، فبالتالي يبقى التكامل ده هيساوي صفر. يبقى التكامل اللي في النص ده اللي هو، شكرا، التكامل اللي في النص ده اللي هو انتجريشن بي دوت دي ال على السايد اللي اسمه سي دي ده هيساوي صفر. ليه؟ لانه الفيلد بره السولنويد بي اوتسايد السولنويد بيساوي صفر يا جماعه، ابروكسيمتلي بيساوي صفر. طب التكاملين اللي على التو سايدز التانيين اللي هم بي سي واي دي، التو سايدز دول ايه؟ بي سي واي دي الاثنين راسيين والمجال افقي، فكوزاين ثيتا هنا هيساوي صفر لان ثيتا تساوي 90، ثيتا هنا تساوي 90 وثيتا هنا برضو تساوي 90. اللاينز بيربنديكولر، اللاينز عموديه على المسار اللي اسمه بي سي، وهنا اللاينز عموديه على الخط اللي اسمه دي اي.
وبالتالي يبقى انا عندي ثلاث تكاملات بيساوي صفر. طيب انا هسمي اللينث دوت اللي هو من هنا لهنا ده طول الضلع دوت هسميه ال، يبقى انتجريشن بي دوت دي ال على السايد اللي اسمه اي بي هيديني على طول بي في ال يساوي ميو نوت في سيجما اي. ايه سيجما اي دي؟ هي مجموع الكرنتس اللي بتعدي جوه المسار. طيب بصوا كده جوه المسار اللي عندنا ده عندي كام سلك؟ عندي سلكين، كل سلك بيمر فيه كرنت اي، يبقى مجموع الكرنتس 2 اي. طب لو واحد فيكم كبر المستطيل شويه بدل ما هو وقف هنا اخده لغايه هنا، فيبقى ساعتها سيجما اي تساوي 3 اي وهكذا. يبقى على حسب عدد التيرنز هضرب ان في اي، ان اللي هو عدد التيرنز في اي، يبقى الكلام ده يساوي ميو نوت في ان في اي. يبقى معنى كده يا جماعه ان الماجنتيك فيلد بتاع السولنويد بيساوي ميو نوت في ان سمول في اي كابيتال، حيث بقى انه ان سمول دي هي النمبر اوف تيرنز بير يونت لينث، number of turns per unit length. طيب نراجع الكلام دوت على السلايدز وبعد كده برضو اسمع الاسئله. السولنويد زي ما قلنا هو عباره عن long wire wound in a closed packed helix، فشكله المنظر احنا شفناه. جوه السولنويد الماجنتيك فيلد لاينز كلها parallel to the axis of the solenoid، فده شكلها لو القرن داخل من الناحيه دي. اعرف ازاي؟ بصوا يا جماعه حط ايدي، حطوا صوابعكم الاربعه بتاعت ايدكم اليمين مع اتجاه الكرنت اللي هو اي انبوت دوت، يعني لفوق كده ولفوا، هلف لجوه الصفحه او جوه السكرين، صباعي شاور في الناحيه ايه؟ طبعا صباعي شاور في الناحيه رايح ناحيه الشمال، فيبقى ده النورث بول ويبقى ده الساوث بول. بره السولنويد الماجنتيك فيلد از فيري ويك، فعشان كده احنا هنعتبره تقريبا بصفر. ده منظر ان انا اخد كروس سكشن، فالكرنت خارجه من الوايرز اللي من فوق وداخله من الوايرز اللي من تحت. لو عملت ستريتشنج للسولنويد هيبقى شكله بالمنظر دوت، وبالتالي هاخد حلقتين بس واشوف الفيلد بتاعهم شكله عامل ازاي. فالفيلد بتاعهم زي ما مرسوم كده في الكلوك وايز دايركشن، بس الحقيقه انه الحلقتين دول قريبين قوي من بعض، ففي تداخل في الفيلد بتاع الاثنين، فيطلع الريزلتنت فيلد شكله بالمنظر دوت. طب على عدد كبير قوي بقى من الواير لوبس جنب بعض هلاقي انه الماجنتيك فيلد لاينز عباره عن خطوط متوازيه equally spaced جوه السولنويد زي ما ايه مرسوم في الرسمه الاخيره خالص. خلوا بالكم الكلام ده كله يا جماعه بتكلم على لونج سولنويد. ليه لونج سولنويد؟ لان انا واقفه هنا في المنطقه اللي في النص دي، لو قربت على الاطراف واضح جدا ان السبيسنج ما بين اللاينز ما بقاش واحد، فبالتالي ده ما بقاش يونيفورم فيلد، ده نون يونيفورم، فما ينطبقش عليه القانون اللي احنا استنتجناه. القانون اللي احنا استنتجناه صح في الميدل اريا بتاعه السولنويد، ده يفسر واحنا بنعمل التجربه في المعمل، اما جبنا بي في النص الماكسيمم هي دي اللي احنا استخدمناها عوضنا بيها في المعادله اللي احنا طلعناها دلوقتي. طيب نعمل ايه بقى بعد كده؟ خلاص بعد كده طبقنا امبيرز لو، ادي المسار بتاعنا اي بي سي دي، ثلاث تكاملات بصفر واحد ليه فاليو، ودي الاسباب اهي مكتوبه قدامكم. يطلع في الاخر انه بي بتساوي ميو نوت في ان في اي، او طبعا ميو نوت في ان كابيتال اي على ال. ان كابيتال هي النمبر التوتال نمبر اوف تيرنز، وال هو اللينث بتاع السولنويد طبعا وهو ملفوف، لينث اوف السولنويد. تمام؟ طيب والرسمه اللي قدامنا دي بتوريني ازاي ايدي هتلف مع الكرنت وصباعي هيشاور مع اتجاه الماجنتيك فيلد. طيب برضو نتاكد ان احنا فهمنا عن طريق سؤال كده. عندي اتنين سولنويدز، واحد الراديوس بتاعه 20 مللي، واحد الراديوس بتاعه 30 مللي.
عندهم نفس عدد الـ turns of the wire per unit length، يعني N1 تساوي N2، R1 تساوي 20 ملي و R2 تساوي 30 ملي. The smaller solenoid is mounted inside the larger. يعني ايه الكلام دوت؟ يعني ادي السولنويد الراديوس بتاعه كبير، جينا جبنا السولنويد الصغير اللي هو الراديوس بتاعه صغير ورحنا حاطينه جوه، مدخلينه جوه السولنويد الكبير دوت، بحيث انه زي ما هو قايل كده انه along a common axis، يعني الاثنين عندهم نفس الاكسس. الماجنتيك فيلد within the inner solenoid is zero، يعني في المنطقه دي اللي هي جوه السولنويد الصغير الماجنتيك فيلد طلع بصفر. عايز يعرف ايه علاقه الكرنت اللي هيعدي اللي انا مدخلاه في السولنويد الصغير بالكرنت اللي بيمر في السولنويد الكبير. اي 1 واي 2 ايه علاقتهم ببعض؟ هل هم قد بعض ولا واحد، ولا اي 1 هي تلتين اي 2 ولا تلت، ولا ايه بالظبط؟ ايه رايكم؟ ايوه احنا ممكن نساوي البي بتاعت السيرنيت الاولاني بالبي بتاعت السيرنيت الثاني ونجيب بقى العلاقه يعني. تمام. بي توتال، التوتال سيلنويد هو التوتال فيلد سوري هو مجموع الاثنين، فاذا التوتال ده بيساوي صفر، اذا بي توتال دي بتساوي صفر، يبقى لازم بي واحد فيكتور تساوي نيجاتيف بي اتنين فيكتور، او ماجنتيود الفيلد الاولاني يساوي ماجنتيود الفيلد الثاني، بس طبعا الاثنين في اوبوزيت دايركشنز. طب الفيلد بتاع السولنويد هو ميو نوت في ان واحد اي واحد، وفيلد التاني هو ميو نوت في ان اتنين اي اتنين. يبقى بما انه ان واحد تساوي ان اتنين، يبقى على طول لازم الكارنتس تساوي بعض. اي واحد لازم تساوي اي اتنين، يعني الاجابة نمبر اي الكارنت ان بوث سولنويدز ار ايكوال. مفهومة ولا في اي سؤال؟ محمود؟ لا انا رافع ايدي انا سايبها. لا انا فاهم. طيب السؤال اللي بعده، عندي سولنويد 4 سنتيمتر ان راديوس، هرسم برضه ادي السولنويد. دايما اتعودوا كده اي مساله ترجمها الرسم على طول. ادي السولنويد الراديوس بتاعه 4 سنتيمتر، يبقى ار بتساوي 4 سنتيمتر، عدد اللفات 8000 لفه. الكارنت اي بيساوي 5 امبير، وطوله ال 4 متر. consider a plain circular surface، عندي surface شكله دايره، الراديوس بتاعه 2 سنتيمتر، located at the center of السولنويد with its axis coincident with the axis of the solenoid. يعني ايه الكلام دوت يا باشمهندسين؟ يعني عندي سيرفيس شكله دايره بالمنظر ده كده، الدايره دي انا حطاها بحيث ان المحور بتاعها هو نفسه المحور بتاع السولنويد، ليهم نفس الاكسس. طبعا السولنويد نص قطره 4، الدايره دي نص قطرها 2، فهي اصغر من السولنويد، فهي كومبليتلي جوه السولنويد زي ما انا رسمه كده بالمنظر ده بالظبط. سؤال، عايز الماجنتيك فلوكس. هو الماجنتيك فلوكس كان بيساوي ايه؟ مين يقول لي بس الماجنتيك فلوكس بيساوي ايه؟ ايه القانون يعني؟ هاي احمد. بي دوت دي اي. بي دوت دي اي لو كانت البي نون يونيفورم فيبقى على طول هعمل تكامل بي دوت دي ايه، بس انا هنا عندي الفيلد جوه السولنويد يونيفورم فيلد، فيبقى على طول فاي بي تساوي بي بي دوت اي. طيب طبعا واضح ان خطوط المجال كلها عموديه على الاريا بتاعت الدايره اللي جوه دي، فيبقى بي دوت اي دي على طول تبقى بي في اي على طول. كوزاين ثيتا يساوي واحد، لانه الزاويه ما بين البي فيكتور وان كاب اللي هو النورمال على الاريا، الزاويه ما بينهم زيرو،
يعني كوزين 0 يساوي 1. طيب اعمل ايه بقى دلوقتي؟ خلاص سهله خالص، اعمل ايه يا باشمهندسين؟ ها يا زياد، هنجمعهم بقى، نجمع اللي هو بتاع الصفر وبتاع التاني اللي هو الصينوي. اجمع ايه بالظبط؟ انا ما عنديش حاجه اجمعها، انا بحسب فلوكس بي تساوي كام. البي دي جايه بسبب السولنويد بكام؟ البي ميو ان ميو ان نوت في اي، واضربها في الاريا. انهي اريا؟ بتاعت السيركل اللي هي باي في الاتنين سنتي سكوير. تمام. طب انا هعمل تغيير بسيط قوي في السؤال. طبعا الاجابه هتعوضه بقى في الكلام دوت، الاجابه هتطلع 16 مايكرو وابر اللي هي نمبر بي. عامل تغيير في السؤال وعايز حد يقول لي ايه اللي هيختلف. انا هخلي كل حاجه زي ما هي ما عدا ان البلين سيركلر سيرفيس الريديوس بتاعه 6 سنتي. 6 سنتي يعني يبقى انا هتعامل معاها لان الريديوس بتاعها 4 سنتي بس. ايوه، ممكن تشرح لنا اكتر كده ايه اللي انت قلته دوت؟ ما عشان اللي بره تقريبا انا مش بيبقى زيرو، فالخطوط اللي داخله في السيركل هتكون الخطوط اللي كانها سيركل الريديوس بتاعها 4 مش 6. مظبوط جدا. يبقى لما اجي احسب الفلكس المره دي هيبقى بي في باي 4 سكوير مش 6 سكوير. ليه؟ لانه المجال موجود فقط جوه السولنويد، بره يبقى بقيه الاريا بتاعت الدايره اللي هي 6 سنتي بره السولنويد، الحته دي ما فيهاش خطوط مجال بتعدي، فبالتالي ما فيش فلكس. ماشي يا باشمهندسين، لو حد عنده سؤال يتفضل. معلش يا دكتور، عندي سؤالين. اتفضل. احنا ليه كنا في المعمل لما كنا بنقول البي ماكس هتكون في السنتر بس، مع ان لو كده بقى فالمفروض ان البي تكون ايكوال في على طول الاكسس؟ لا، ما احنا اتفقنا بقى، مش احنا اتفقنا انه كل ما بقرب من الاطراف اللاينز بتبتدي تتوزع على مساحة اكبر، فيحصل انه اللاينز تبتدي تبعد عن بعض، فده نون يونيفورم فيلد. الفيلد يونيفورم طول ما انا في المنطقة الوسطانية بعيدة عن الاطراف، او طول ما انا بتكلم على لونج سولنويد. السولنويد اللي عندك في المعمل ده طوله على بعض كله 16 سنتي، فيبقى الحتة اللي هيبقى امبيرز لو فيها مظبوط هو المنطقة الميدل اللي في النص خالص اللي هي قرب السنتر، انما اول ما هبعد عن السنتر تبتدي اللاينز تتفرق. يعني هي في الحقيقة شكلها عامل كده. فكل الحتة دي هتلاقي طول ما انا ماشية كده الماجنتيك فيلد عمال يتغير، طول ما انا ماشية الناحية دي كده الماجنتيك فيلد عمال يتغير، فبس الريجن اللي في النص دوت هو اللي عنده ماجنتيك فيلد بيساوي القيمة الكونستنت دي اللي هي ميو نوت في ان في اي. وصلت؟ السؤال التاني بقى، انا مش في البروف اللي في الاول حضرتك رسمت كده في الاول اي داخل واي خارج، انا كنتش فاهم اصل احنا قطعنا السلك منين اساسا كده. قصيناه كده اهو، كده اهو قطعته. يعني تخيل يعني قسمتها بالطول كده، مش عارفه اشرحها لك ازاي. يعني زي الرسمه دي اهي، شقيته نصين كده، مش عارفه اشرحها لك ازاي، لازم تتخيلها انت من الرسومات. بص طيب الرسمه دي يمكن تكون اوضح. دي شايف دي كاننا قطع، كانك قطع يعني قطعته كده بطوله، يعني قسمته نصين. يعني طيب اخر حاجه بقى التورويد. التورويد شبه السولنويد بالظبط، بس الفرق ان هو عباره عن سولنويد مقفول، يعني ملفوف كده على شكل دايره. فممكن نفكر فيه على انه سولنويد، بس انا لفيته في شكل دايره، برضو هتلاقوا الكارن داخل من سلك وخارج من السلك التاني. هعمل نفس الكلام، هاجي اقطعه نصين كده،
يعني اقص نصين كده من النص من هنا كده، اروح داخله كده واروح قصاه نصين، فهشوف برضو المنظر ده. ايه المنظر دوت اللي طالع قدامكم ده؟ دي اطراف الحته اللي بره، دي دول اطراف الحلقات اللي بره، فالكارنت خارج منهم لفوق يكمل ويدخل في نص الحلقه الناحيه الثانيه، فهتلاقي الناحيه الثانيه دي كلها اكسات. نفس المبدا اللي احنا عملناه بالظبط في السنويد، بس المنظر بقى دائري عشان احنا بنتكلم على تورويد. عايزين نجيب الفيلد عند ثلاث اماكن، هنا وهنا وهنا. ايه هنا وهنا وهنا؟ ده نقطه واحد ونقطه اتنين ونقطه ثلاثة. نقطه واحد دي في الفراغ اللي في النص هنا دوت، نقطه ثلاثة بره خالص في الهواء هنا، ونقطه اتنين جوه الكور بتاع التورويد. فهعمل الكلام ده ازاي؟ برضو الاول لازم ارسم خطوط المجال بتاعتي. فخطوط المجال بتاعتي لو انا تعاملت مع كل نقطة من النقط دي على انها واير، ورسمت الفيلد بتاعها، هلاقي انه الواير ده الكارنت لفوق فيعمل لي فيلد في الدايركشن ده، واللي جنبه يعمل فيلد في الدايركشن ده، واللي جنبه يعمل فيلد في الدايركشن ده. بالنسبة لدول بقى هيعملوا كده. فيبقى السميشن بتاعهم كلهم زي ما هو مرسوم، الخطين اللي باللون الاخضر دول اللي هم عبارة عن السوبر بوزيشن او الريزلتنت بتاع التوتال فيلد بقى بتاع كل الوايرز اللي موجود، يطلع في الاخر عبارة عن دايرة دايرة سيركلر لاينز. في محمود انت عايز تسأل حاجة؟ لا انا ناسي ايدي مرفوعة. طب يا احمد، واحمد نفس الكلام. طب نزلوا يا جماعة من فضلكم. طيب يبقى شكل الماجنتيك فيلد عبارة عن دوائر موجودة جوه الكور بتاع التورويد فقط. يبقى انا متوقعة انه عند النقطة رقم واحد لما اجي امرر امبيرز باث كده بالمنظر ده كده، هلاقي انه سيجما الكارنت في المنطقة دي بساوي صفر، يبقى مفيش فيلد هنا. طب وعند نقطة رقم ثلاثة اللي هي برة خالص، اما اخد امبيرز باث كده حوالين الكلام ده كله، برضو هلاقي ان سيجما الكارنت بيساوي صفر، لان اللي داخل قد اللي خارج. يبقى المنطقة الوحيدة اللي هيكون فيها فيلد هي في الكور بتاع التورويد، لاني هجمع الكارنتس دي. فبالتالي اهو الكلام ده قدامنا اهو. لو انا اخترت امسح بس الخطوط اللي انا رسمتها، لو انا اخترت باث نمبر 1 ولما هابلاي امبيرز لو، هيطلع لي ان بي في 2 باي ار تساوي ميو نود في الكارنت مضروبه في عدد الحلقات، يبقى ميو نود في ان في اي. يبقى الماجنتيك فيلد جوه الكور بتاع التورويد هو ميو نوت في ان في اي على 2 باي ار. طب باث رقم 2 اللي هو بالازرق، باث رقم 2 مفيش كارنتس اصلا بتعدي جوه المسار دوت، فبالتالي التكامل ده على طول يساوي البي على طول تساوي صفر. طب وباث رقم 3، باث رقم 3 بره خالص، سيجما الكارنتس هي ان في اي ماينس ان في اي. الكارنت في عندي N تيارات في البوزيتيف دايركشن، وفي زيهم بالظبط في الاوبوزيت دايركشن او في النيجاتيف دايركشن، يبقى مجموعهم يساوي صفر، يبقى الماجنتيك فيلد يساوي زيرو. يبقى اذا انا عندي ماجنتيك فيلد فقط جوه الكور بتاع التورويد، بره التورويد من بره خالص بيساوي صفر، وبره التورويد في المنطقه الوسطانيه برضو بيساوي زيرو. لو بصيتوا على الايكويشن دي هتلاقوا انه في اختلاف ما بينها وما بين السولنويد. في السولنويد بي بتساوي ميو نود في ان سمول في اي، ده بتاع السولنويد. مين يقول لي ايه الاختلاف؟ ودي بتاعه التورويد. ايه مايا؟ التورويد يعني الفيلد مش كونستنت، بيقل لما الديستنس تزيد. اشكرك. جوه التورويد الفيلد يتناسب عكسيا مع المسافه ار، يبقى حسب المسافه اللي انا واقفه عندها اللي هقيسها من السنتر، يعني هقيسها من النقطه دي هنا كده،
كل ما الار دي تزيد كل ما الفيلد هيقل، يعني جوه الكور بتاع التورويد الفيلد مش كونستنت، بينما جوه الكور بتاع السولونويد الفيلد كونستنت. يبقى طبعا احنا استنتجنا انه الفيلد اوف التورويد از كونفايند تو ذا سبيس انكلوزد باي ذا وايندينجز. طبعا الفيلد از نوت يونيفورم لانه هو فانكشن في المسافه ار، داله في المسافه ار، كل ما ار تتغير كل ما الماجنتيك فيلد هيتغير. طب اخر اكزامبل خالص على الكلام دوت، ده حته من تورويد، بس التورويد دوت الكروس سكشن بتاعه عباره عن مربع، الانر ريديوس ار والاوتر ريديوس طبعا 2 ار زي ما هو موجود على الرسمه. يعني لو انا قلت ان هنا كده دي نقطة رقم واحد وبره هنا دي نقطة رقم اتنين، السؤال بيقول عايزين نحسب بي واحد على بي اتنين. الفيلد عند نقطة واحد the ratio of the magnitude of the magnetic field at the inner surface to the magnitude of the field at the outer surface، عايز اجيب بي واحد على بي اتنين، تطلع بربع ولا نص ولا واحد ولا اتنين ولا اربعة؟ اهي المعادله اكتبها لكم، بي بتساوي ميو نوت ان اي على 2 باي ار. ايه رايكم بي 1 على بي 2 تطلع بكام يا باشمهندسين؟ بي 1 عند ريديوس بكام وانا واقفه عند السيرفيس الانر سيرفيس، بعد يعني السنتر بكام، الحته دي بكام؟ بار بار. طب وانا واقف على الاوتر سيرفيس الحته دي كده بكام؟ ب2 ار. يبقى الريشيو ما بين بي 1 وبي 2 كل حاجه كونستنت ما عدا المسافه، يبقى الريشيو يطلع بكام يا محمود؟ 2. بي 1 على بي 2 تساوي ميو نوت في ان في اي على 2 باي ار كابيتال مقسومه على ميو نوت في ان في اي على 2 باي 2 ار. يطلع الكلام ده طبعا ب 2، يبقى الاجابه الصح نمبر دي يعني 2. ماشي يا باشمهندسين، اي سؤال؟ طيب احنا كده خلصنا الكورس، فاحنا خلاص كده بكره مفيش محاضره. لو محتاجين اي حاجه ممكن قبل الاسبوع اللي جاي، يعني بس قبل يوم الاربعاء اللي جاي، لو انتم محتاجين مثلا ان احنا نحل مسائل او عندكم اسئله او حاجه، ممكن ميعاد محاضره الاربعاء اللي جاي او الخميس نتفق قبلها، ابقى موجوده الساعتين دول على تيمز، اللي عايز يخش يسال اسئله او اللي هيكون ذاكر ومحتاج اي حاجه طبعا انا موجوده، وفي اي وقت قبل الامتحان تقدروا تبعتوا لي على تيمز. بس من فضلكم انا مش بقدر احل المسائل على الشات، يعني على الشات مش بعرف اشرح المساله كتابه، فاللي عنده سؤال يقدر يبعت لي على الشات يقول لي نتكلم امتى، ويبقى يكلمني على تيمز على طول دايركت، نعمل ميتنج يعني 1 to 1 واجاوب على اي اسئله هو محتاجها. بس موضوع ان انتوا تبعتوا صور ومسائل وتبقوا عايزيني احلها بيبقى صعب شويه، معلش على الشات، فاسهل لي ان احنا نتكلم على تيمز. خلاص، حد عنده اي سؤال؟